السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع آثار مصر الجميلة. النهاردة هنتكلم عن آثار السلطان ظاهر الدين بيبرس البندقداري اللي عاش من أكتر من 700 سنة، وله مسجد الظاهر بيبرس الموجود في حي الظاهرية في القاهرة، وله مدرسة الظاهر المدرسة الدينية الموجودة في منطقة المعز بجوار مجموعة الناصر، مجموعة المنصور بن قلاوون، اللي هي مكونة من مسجد ومكونة من مدرسة. يلا نعرف تفاصيل عن الآثار الإسلامية لبيبرس، للأمير بيبرس البندقداري. أولا لازم نعرف حياة بيبرس والسيرة الذاتية الخاصة ببيبرس. بيبرس من المماليك، وزي أي مملوك بيشتريه تاجر من التجار، وبعدين التاجر ده بيعطيه لعدة شخصيات وعدة أمراء. فنجد إن بيبرس اشتراه تاجر من التجار، وبعد ذلك انتقل بيبرس إلى الأمير علاء الدين البندقداري. وبيبرس معروف بالبندقداري نسبة إلى الأمير علاء الدين الذي شراه من التاجر. ونجد أن كلمة البندقداري وهي حامل البندق، مش البندق اللي احنا بناكله اللي هو بتاع التسالي اللي هو مع اللب السوداني، لا، البندق جاي اللي هو ايه، قطع صغيرة، قطع صغيرة من الرصاص. هذه القطع بيضعها الأمراء المماليك في النبال ويستخدموها في الحروب، فهي قطع صغيرة بتشبه البندقة، مش البندق بتاع التسلية اللب السوداني. المهم اشتراه الأمير علاء الدين البندقداري، والأمير علاء الدين البندقداري كان من ضمن الأمراء التابعين للملك نجم الدين صالح أيوب. هتحصل خلافات بين علاء الدين البندقداري والملك نجم الدين أيوب، فنجد إن نجم الدين أيوب هياخد بيبرس ويكون من ضمن رجاله. ونجد بيبرس له دور كبير ومهم، هيكون له وظيفة مهمة في الجيش المصري، وإن هو هيكون من ضمن الفرقة الجنود اللي هتنقذ مصر من خطر لويس التاسع وحملته على المنصورة. هيبقى له دور كبير ومهم جدا في إنقاذ مصر من حملة لويس التاسع على المنصورة. ونجد إن في عصر بيبرس، لما بيبرس تولى الحكم، كانت علاقة مصر الخارجية بالدول المحيطة قوية جدا. فنجد كان في علاقات قوية بين مصر وملوك صقلية وملوك أرجونة وأشبيلية، وكان في هدايا متبادلة وفي صفقات وعلاقات تجارية قوية. فعصر السلطان بيبرس هو عصر القوة والمجد والازدهار، ونجد ان هذه العصور اللي هي عصر بيبرس، عصر بيبرس بيذكرنا بالعصور الجميلة، في عصر هارون الرشيد خليفة المسلمين، في العصر العباسي وابنه الامين والمأمون، كان في ازدهار فكري وازدهار ادبي. فنجد كان في ازدهار ادبي في عصر بيبرس، فنجد ظهور كوكبة كبيرة من العلماء، امثال محي الدين، امثال محي الدين عبد الظاهر،
وأيضا القاضي المؤرخ ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان، وأيضا ظهور شرف الدين البوصيري صاحب القصيدة النبوية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. ونجد إن بيبرس أيضا في عصره كان فيه فن إسلامي، وفي الفن العمارة الإسلامية اتطورت، فكان فيه مسجد جميل للظاهر بيبرس، هذا المسجد موجود في حي الظاهرية، وأيضا له مدرسة إسلامية، مدرسة الظاهر في شارع المعز. يلا نعرف تفاصيل عن مدرسة الظاهر، ونعرف تفاصيل عن جامع الظاهر. فنجد إن مسجد الظاهر ده كان موجود في حي الظاهرية، وكان بيتميز بال طبعا المسجد كان بيتكون في العصر الإسلامي من صحن مكشوف وأربع إيوانات، وكان أكبرهم إيوان القبلة، وكان في الزخرفة الإسلامية الجميلة، وأيضا نجد الكتابات الإسلامية والخط الكوفي الجميل يزين الجدران ويزين الحوائط والأبواب الخشبية للمسجد. ده بالنسبة للمسجد. وأيضا نجد إن المدرسة، مدرسة الظاهر اللي موجودة في حي المعز بجوار المجموعة القلاوونية، هذه المدرسة الظاهرية أيضا مكونة من صحن مكشوف، وتوجد أربع إيوانات، وتوجد حجرات لسكن الطلبة، ويحفظون فيها القرآن ويتعلمون فيها العلوم الشرعية والعلوم الفقهية، وتدرس المذاهب الأربعة الفقهية، وأيضا فيها جماليات الفن الإسلامي، وفيها الزخرفة، وفيها الكتابات بالخط الكوفي الجميل. ده كان عصر القوة والمجد، عصر السلطان الظاهر بيبرس البندقداري اللي تولى حكم مصر من أكتر من 700 سنة، وكان له دور كبير إن هو حمى مصر من خطر الجيوش المغولية والجيوش الصليبية، وظل في الحكم لمدة 17 سنة، وقام بالقضاء نهائيا على حملات المغول وحملات الصليبيين. ونجد زي ما بيقولوا في المثل، الحلو ما يكملش. الظاهر بيبرس كان له مزايا وكان له بعض المساوئ زي اي بشر، فهنتكلم عن بعض العيوب. ان هو اشتهر طبعا ان هو قتل السلطان قطز بعد معركة عين جالوت، فبعد ما انتصر المسلمين على المغول، وبعد ما كانوا الاثنين بيحاربوا ضد المغول، قطز مع بيبرس، بس رغبة بيبرس في ان هو يكون هو السلطان، يكون هو الحاكم، هي اللي خلته يقدم على قتل قطز. بس كان له أشياء جميلة جدا، وكان محبوب من الشعب، وان هو كان يعني بيساعد الفقراء. كان في أزمة اقتصادية كبيرة جدا في عهد بيبرس، لدرجة بيبرس أمر التابعين والمستشارين له
قال لهم عايزكم تعملوا لي حصر شامل بأعداد الفقراء. عملوا له حصر وقالوا له أعداد الفقراء كذا يا مولانا السلطان، ماذا نفعل؟ قال لهم كل أمير هيتولى مجموعة من الفقراء ويقوم إيه بالصرف عليهم وإعطائهم الطعام والأموال. وهو نفسه السلطان بيبرس كان بينفق على بعض الفقراء ويعطيهم الأموال والغذاء والملابس وكل شيء. دي كانت حكاية الآثار الإسلامية الجميلة الخاصة بسلطان بيبرس في حي الظاهر، المسجد بتاعه موجود هناك. أيضا مدرسته لعلوم شرعية في منطقة شارع المعز بجوار مجموعة ابن قلاوون. وإلى اللقاء في لقاءات أخرى مع آثار مصر الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.